انت مصر على هذا الموضوع تبع تحرش الاطفال، تعمل عليه مسلسل، أكيد. وقلت اذا ما حدا بده يعرضه انا بعرضه على المنصة الخاصة فيه او أو على منصة عالمية أو على على المنصة منصة العالمية. أكيد لازم هذا الموضوع ينحكى فيه، لأنه هذا الموضوع بالوطن العربي وبلبنان من أكثر الأشياء اللي عم بتصير. سؤال، مين ممكن يعترض؟ مين مين؟ ممكن يعترض على هالشيء؟ الأديان، رجال الدين، أي شو ما معروف، حتى الله يرحم الكاتب مروان نجار لما عملت صار لما عمل صارت معي حلقة خاصة بهالموضوع، قاموا كلهم وقفوا الحلقة وجربوا، ما دق بالسياسة ما تحرك. الكل معقول يعترض، كل مين ما بده يخبي هذا الموضوع. وهلا عندنا المنصات، لازم نستغل الفرصة ونطلع هيدا الموضوع للعلن، لأنه في أطفال خربت حياتهم من وراء ناس وصلوا لمحلات بيقدروا. بعدين هون في بده بعد أقول شغلة صغيرة، نحن ما بنكون عم نتهاجم إذا كان رجل دين على الدين، ولا بنكون إذا على السياسة على السياسة. ما هو هيدا الشخص خطط كيف يفوت بالدين ليوصل لهون، لازم هن أهل الدين هن يشيلوه، هن يقولوا لنا ثانكيو، خلينا نشيل هيدا الشخص. على كل حال، في كثير مواضيع بدها نقاش مع رجال دين، وفي كثير محلات بتخبوا وراء إصبعهم بقضايا فينا نناقشها بطريقة حضارية. هيدا اللي عم بقول، هن بخافوا يقولوا لك إنه أنت عم بتعلمهم يعملوا هيك، بس أنت بالعكس أنت عم بتدور على شيء موجود بالمجتمع أنا برأيي وشائع. لازم